لمدة ساعة تقريبا تحررت بطلات هذه المسرحية من زنزانتهن لتقديم عرض اشتغلن على تحضيره لعدة أشهر. المسرحية التي أخرجها نادي المسرح بسجن النساء بمنوبة عانقت من خلالها السجينات لحظات من الحرية وفجرت مواهبهن الإبداعية. حس في حاجة يعني طاقة خرجت يعني من عنا، يعني تجربة باهية تعلمنيها في السجن، فهمتني؟ وما كنتش نعرف لي عندي الطاقة هذه. تحس روحك عندك قيمة وعندك دور في الحياة. تجربة مزيانة، تحسك ديما أنك السجن ماهوش الأسوار اللي أنت فيه وشتو، هو السجن يكون يلنا يلنا، هو متنفس كبير للمسرح. احنا كي نطلعوا على خشبة المسرح ننسي كل شيء، ننسي احنا شكون ولا شنية التجربة اللي نعديو فيها. تفكروا احنا اللي احنا سجناء كان كي نعاودوا نرجعوا. نشكروا برشا لهيئة السجون وإطارات سجن منوبة عاونونا برشا. 2019 خدمنا بيت برنارد ألبا، وبعديك خدمنا مانعة وسنا إكس إجريك. فيهم طاقات مبدعة، فيهم أصوات ياسر حلوة. ماذا بينا خاطر يخرجوا من الشيء اللي عايشين وغاديك، ماذا بينا يخدموا دي بيرسوناج أخرين يعيشوا حاجة جديدة مش نفسها اللي يعيشوا فيها. وتندرج هذه المبادرة التي تهدف إلى إخراج السجين من الإطار السجني إلى إطار الإبداع لتسهيل حياته داخل المجتمع، تندرج ضمن مقاربة حقوقية شاملة. وزارة العدل في مخططها الاستراتيجي 23-25، ولكي لا يصبح المودع مستهلك لمنتج ثقافي بل يصبح منتج كذلك لهذا المخرجات الثقافية، وخاصة أن حقوق الإنسان من أهم المحاور التي نعمل عليها، وفي إطار تطوير وإصلاح المنظومة السجنية والقضائية سوف يكون لها أثرا إيجابي على التقليص من نسبة العود، وكذلك يكونك المودع هذاك تجربته في السجن وإن كان سلب من الحرية ولا يكون يتعلم صنعة، يتعلم قراءات جديدة. وخلال حضورها العرض المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسجون والإصلاح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كرمت وزيرة العدل ليلى جفال بطلات المسرحية وعدد من نزيلات سجن النساء بمنوبة.